في البداية نرحب بالأستاذ محمد، وإن شاء الله دوم التوفيق في مجالنا في الإيفنت معنا النهاردة إن شاء الله. في البداية كان عندنا مجموعة أسئلة صغيرة عايزين نسألها. حسب ما قرأت من السيرة الذاتية علمت أنك خريج كلية الصيدلة، ممكن تحكي لنا عن تجربة تحولك من المجال الصيدلة لأنك تشتغل صحفي في المجال العلمي؟ هو يعني الصوره الاولانيه بتكون هو شكله تغيير جامد، بس هو التغيير ما كانش كبير قوي كده، لان انا كنت لما رحت الصحافه رحت بخلفيه علميه، وعشان كده كانت يعني اول اختيار ليا الصحافه العلميه. لكن هو ببساطه انا دخلت كليه صيدله ودرست صيدله، بس بعد ما اتخرجت اكتشفت ان انا مش مستمتع بالشغل في مجال الصيدله خالص، سواء في يعني انا جربت اشتغل في صيدليات، جربت اشتغل في شركات ادويه كبيره، بس ما استهونيش المجال ده. هو لغايه ما جات لي فرصه ان انا اشتغل محرر مساعد علمي، ومن هنا يعني انا كانت عجباني الفكره، اصلا بحب الكتابه، بحب الاتجاه ده هو، فقلت اجرب ودخلت فيها، ومن هنا مشيت معايا الخطوات لغايه ما شفت ان المجال ده بالنسبه لي انا احسن لي بكتير، وبيلبي احتياجاتي انا اكتر بكتير من مجال الصيدله. زي ما قلت لك كانت الميزه اللي عندي ان انا عشان جايب خلفيه علميه، فده ساعدني قوي ان انا اخش مجال الصحافه العلميه. وكانت برضه الميزه ان هو عندنا في الوطن العربي المجال لسه جديد، فلسه في مكان للناس ولسه بيكبر جامد وبيكبر بسرعه، على عكس مناطق تانية في الغرب. يعني في الغرب عندهم الصحافه العلميه دلوقتي بتقل، او الطلب عليها اقل من الاول، لكن عندنا في تزايد، فده خلاه مجال مستقبله حلو بالنسبه لنا، والواحد ممكن يبقى بيفتح افاق كتير وامكانيات كتير. فمع الوقت بقى سنة بسنة بسنة لقيت إن أنا مشيت في المجال ده واتطورت فيه واستمتعت بيه فكملت فيه. يعني ممكن تحدثنا عن تجربتك في، انا عرفت انك تعمل في ميدل ايست نيتشر او نيتشر ميدل ايست، بس تدينا في خبره اكتر او معلومات اكتر عن المؤسسه نفسها. نيتشر ميدل ايست هو بوابة لنيتشر. نيتشر مؤسسة ضخمة ليها مطبوعات كتير وليها كذا موقع على النت، بس هي ليها كان بوابتين متخصصين بمناطق، هي نيتشر تشاينا ونيتشر انديا للصين والهند، وتالت حاجة هي نيتشر ميدل ايست. نيتشر ميدل ايست تخصصها هو الشرق الاوسط، وبتركز على العلوم والابحاث اللي طالعة من الشرق الاوسط، فهي بتخاطب المنطقة، الهدف منها ان هي تظهر الابحاث اللي بتحصل في المنطقة والعلوم اللي طالعة من المنطقة، وفي نفس الوقت توصل اخبار تهم المنطقة، اخبار علمية تهم المنطقة على احتياجات المنطقة ده هي. فمثلا من الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها ان احنا نشوف الابحاث اللي منشوره في مجلات علميه كبيره اللي فيها علماء من الشرق الاوسط تشتغلوا فيها من اي بلد في الشرق الاوسط، ونبدا نعمل لها هايلايت او نوضحها في الموقع، بنكتب عنها بيان صغير تلخيص ليها، بنبدا نشوف الاخبار او المشاكل اللي بتمر بيها المنطقه اللي ليها حل علمي او اللي العلم ممكن يحل او يساعد فيها. فده اتجاه الموقع، ويمكن بالنسبة لي أنا ده شيء مهم جدا، لأن أنا خلال ال3 سنين ونص اللي فاتوا كانت من الحاجات المهمة بالنسبة لي، أو كحاجة شخصية يعني من الناحية العملية ليا، إزاي إن احنا نقدر نزود الاهتمام بالعلوم في الشرق الأوسط أو في العالم العربي. فأنا اعتقادي إن نيتشر ميدل إيست هيكون ليها دور كبير قوي في كده، لأن حاجة كبيرة قوي زي نيتشر إن هي تكون مهتمة بالشرق الاوسط معناها ان في دلوقتي سبب هم يهتموا بيه قوي كده، ووجودها نفسه هيبدا يشجع الناس ان هو يبداوا يتجهوا للموضوع ده ويهتموا ان هم يكتبوا فيه، والعلماء نفسهم يهتموا ان هم ينشروا في نيتشر، وده طبعا حاجه كبيره قوي بالنسبه لاي عالم ان هو يكون منشور الابحاث في نيتشر. يعني تحدثت عن الحياه الاخرى التخيليه وما يعرف بالسكند لايف، فما هي وما هي تجربتك معها؟ سكند لايف هو عباره عن عالم افتراضي موجود على الانترنت، عالم افتراضي بمعنى ان هو جزء موجود على الانترنت بس مغلق عليه، يعني هو على الانترنت بس مقفول، واللي يميزه عن الانترنت او الاختلاف الاساسي بينه ان هو كل حاجه فيه ثلاثيه الابعاد، والحاجه الثانيه ان كل حاجه موجوده جوه يوزر جنريتد، يعني الناس هي اللي بتعملها، فده بيدي براح يعني رهيب للابداع، ان يعني كل واحد ممكن يخش ويبني اللي هو عايزه، عايز يبني مباني، عايز يبني كائنات، عايز يبقى يغير شكله ويعمل شكل مختلف، كل ده بيفتحه جوه، بيبقى مفتوح له جوه المجال ده او جوه المكان ده. هم انا كانت تجربتي معاها بدات من حوالي 2 ونص، وكانت عن طريق الشغل، ان احنا كان في المؤسسه اللي انا بشتغل فيها اهتمينا ان احنا نشوف
احنا ممكن كنا بنبص على الحاجات الجديده والطرق التكنولوجيات الجديده الموجوده، وقلنا احنا ممكن ازاي نستخدم سكند لايف في الاعلام او في طريقه اعلاميه. لما بدانا ندرس الموضوع اكتشفنا ان التركيز اللي احنا ممكن نركز فيه عشان ننجح في المجال ده هو ازاي نشوف ان احنا نستعمل التقنيات وسائل الابعاد دي في ايه عشان اوصل الرساله بتاعتي بطريقه افضل او بطريقه اقوى للزائر بتاعي او الشخص اللي جاي ياخد مني الاخبار او ياخد مني المعلومه ده هي. تمام، هل يمكن عملية تطوير المحتوى على الإنترنت باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد؟ ده اكيد يعني انا في ناس كتير في اعتقادها ان شويه شويه الشكل ده شكل العوالم الافتراضيه هيبدا هو ياخد، يعني هو ده الانترنت، يعني الانترنت في الاخر هتتطور تبقى كده، يعني بدل ما الواحد بيروح يزور موقع لا هو بيروح يزور المكان الفلاني بتاع جوجل فيلاقي مبنى بتاع جوجل ويخش جوه يلاقي حته يعمل فيها السيرش، هيروح موقع تاني يلاقي موقع ده مثلا معمول له مبنى بشكله موجود في الحقيقه، ان ده التطور الطبيعي. يعني النت اول ما بدات كانت عباره عن نصوص فقط، وبعد كده بقى في صور، وبعد كده بقى في فيديوهات، فالتطور الطبيعي في الحاجات دي بيكون الخطوه اللي بعدها هي الاتجاه ثلاثي الابعاد. والميزه في ده ان هو باستعمال التكنولوجيا دي انا ممكن اوصل للواحد اقوى، او يعني الحاجه الماده بتاعتي اديها بعد اقوى من مجرد انا استعمل صوره الشخص بيخش يتفرج عليها بس، انا بهديله طبقه كمان هي تفاعليه ان هو ممكن يخش يلاقي الحاجه دي بدل ما هي صوره يلاقيها اوبجكت، وممكن الاوبجكت ده يلف حواليه ممكن يمسكه ممكن يلفه ممكن ياخده ممكن يستعمله في حاجه، فده يبدا يخلي التعامل مع الحاجة له أبعاد أقوى يعني وأبعد بالنسبة للشخص نفسه. فادتك بإيه بالظبط في تجربتك معك كمحرر في المجال العلمي؟ إحنا ما دخلنا سكند لايف أو بدأنا شغل في سكند لايف كان أكتر من الناحية الكالتشر أو الحضارية، لكن في نفس الوقت كان عندنا اهتمام كبير قوي إن إحنا نشوف إزاي ممكن نستعملها من الناحية العلمية، وفي ناس كتير موجودين جوه بيستعملوها بالطريقه دي. يعني احنا كان احدى الافكار اللي عندنا ان احنا في العالم العربي عندنا للاسف ما عندناش متحف للعلوم، يعني معظم البلاد الغربيه بيكون فيها متحف للعلوم، سواء مثلا في بريطانيا في متحف رائع، في امريكا في كذا متحف بيكونوا ممتعين جدا يشدوا انتباه جدا، وفي نفس الوقت اهم حاجه فيهم ان هم بيزودوا عند الاطفال او السن الصغير الاهتمام بالعلوم. فكانت احدى التجارب اللي احنا كنا عايزين نعملها بس للاسف ما قدرناش نعملها لان المشروع طلع اكبر من ما احنا كنا متخيلين وكان محتاج دعم اكتر، هو ان احنا نعمل متحف للعلوم الاسلاميه جوه سكند لايف. بما انك تحدثت عن فكره المتاحف التخيليه فما هي، اخبرنا عن المزيد عنها. ببساطه خالص هي مبنيه على فكره المتحف اللي موجود في الارض اللي انا بخش الناس تبقى عارضه حاجات ببدا اشوف الحاجات دي اعرف معلومات عنها اعرف اكتر عنها، لكن فكره ان هي تتحط بطريقه افتراضيه على الانترنت بتديني كذا ميزه. طبعا العيب الاساسي ان هي في الاخر مش حاجه ملموسه، مش حاجه انا اقدر اروح اشوفها بعينيا، انا بشوفها في الاخر عن طريق شاشه الكمبيوتر، لكن الميزات اللي باخدها اولها واهمها ان انا بكسر كل الحدود الموجوده في العالم الحقيقي، بمعنى ان انا ممكن يكون عندي متحف النهارده في قطر، عندي متحف في السعوديه، في الاخر لو انا عايز ازور المتحف ده لازم شخص ممكن من امريكا يضطر يسافر مثلا 24 ساعه لغايه ما يوصل للشرق الاوسط عشان يشوف متحف زي ده او يزور متحف زي ده، لكن انا لما بقدر احطه بطريقه فيرتشوال على الانترنت بقدر افتحه للعالم كله، ببدا اخلي الناس كلها مهتمه بيه. بالعكس ده ممكن له رد فعل بعد كده على الارض، يعني انا لو عندي متحف في الحقيقه على ارض الواقع وبدات حطيت منه اجزاء بطريقه فيرتشوال ممكن اخلي ناس تهتم ان هي تيجي تزور المتحف ده في الحقيقه، يعني ممكن ناس تشوف الحاجات دي على الانترنت تقول طبعا انا فعلا عايز اشوف ده، عايز اشوف بقيه المتحف، عايز اشوف شكل المتحف بنفسي لما ادخله وامشي جواه والناحيه المعماريه بتاعته كل الحاجات ده هي. في العوالم الافتراضيه في ناس كتير عامله اشكال مختلفه من المتاحف، يعني مثلا ناسا عامله متحف للمشاريع بتاعت اكتشاف الفضاء او النزوع على القمر، بيستعملها ازاي؟ مثلا بيعمل تجربه الهبوط على القمر بيجسدها قدامك والشخص بيركب المكوك وانا بينزل والجو عامل ازاي في القمر وان الجاذبيه ضعيفه وكل الحاجات ده هي. في متاحف زي متحف الهولوكوست النازي في امريكا عامل جزء فيرتشوال موجود على النت ممكن الناس تخش
وتتفاعل وتشوف الحاجات اللي حاطينها بعض القطع اللي موجودة في المتحف الحقيقة على الأرض. احنا كان لينا تجربة عملناها برضو، كانت حاجة متحف فلسطين عبارة عن منسجل فيه مجسد قصص كل الأطفال اللي ماتوا في حرب غزة، وكان الاتجاه في المتحف ده ان احنا بنحط صورهم بنحط قصصهم من ناحية إنسانية تماما. ويمكن الحاجة برضو اللي كانت استعمال ثلاثي الأبعاد ما كانش هيتاح بطريقة تانية، ان احنا بدأنا نعمل غرف بنحط فيها حاجات الأطفال دي، يعني ممكن مثلا طفل معين مات وهو عنده 8 سنين، فكنا بنجمع صور من أوضته ولعبه وكشاكيل وشكل السرير بتاعه والدولاب بتاعه، ونبدأ نعيد تشكيل ده في شكل ثلاثي الأبعاد، بحيث لما حد يخش المتحف ممكن يشوف الحاجات دي حواليه، بيخش أوضته بالظبط يشوف لعبه كانت محطوطة على الجنب، الدولاب بتاعه كان هنا، السرير كان هنا. في الحقيقة الحاجات دي ما بقتش موجودة دلوقتي لأن هو بيته اتهدم، فدي آخر صورة موجودة ليها وآخر طريقة واحد ممكن يتفاعل معاها بطريقة دهية. ويمكن احنا اكتشفنا بعد كده لما عملنا المتحف ان الحاجات دي كانت اكتر حاجه بتاثر في الناس. يعني انا افتكر كويس قوي كان واحده زائره المتحف وكانت من اسرائيل، وجت قالت لي لما دخلت شفت السرير بيبي فاضي انا قلبي اتقبض، يعني كان ده كان شعورها وده كان رد فعلها اللي قالته لي بالظبط. فهي الفكره كلها ازاي نستعمل التكنولوجيا دي علشان احط بعد ثالث اللي هو بعد ثلاثي الابعاد يخلي المعلومه او الحاجه توصل للناس احسن. كيف اختلفت الهوية الثقافية في زمن الرقمي؟ الاختلاف جاب طريقة أساسية مبنية على أساس فكرة الإنترنت، فكرة الإنترنت إن هي بتكسر كل الحدود. فبدأ يحصل مشكلة إن الهوية بدأت تختفي، إن ما بقاش فيه هوية، بقى الناس كلها تقدر توصل بعضها في أي وقت في أي لحظة. لكن كان رد فعل ده إن الأشخاص من أماكن مختلفة في العالم بقى عندهم احتياج أكتر إن هم يظهروا هويتهم أو الكالتشر بتاعهم على الإنترنت، فبقى كل واحد بيحاول يعمل حاجة بيقدم حاجة بتدي الشكل ده هون. يعني مثلا يمكن من الحاجات اللي تيجي في دماغي على طول إن واحد مصري عايش في السويد أنا أعرفه، أخد مكان على سكند لايف وعمل جزيرة سماها ليتل إيجيبت. ليتل إيجيبت بدأ يعرض فيها كل الحاجات اللي ليها علاقة بمصر، يعني ومتجمعة تجميع غريبة جدا، تلاقي الأهرامات، تلاقي أبو الهول، تلاقي على الجنب فيه قهوة الفيشاوي، تلاقي يعني كل الحاجات اللي هي رموز لمصر، وبدأ يعرضها في المكان ده. ولما بيجي له زائرين بيشرح لهم المكان ده إيه والمكان ده إيه وإيه اللي حصل هنا وإيه قيمة المكان ده التاريخي ده هوت وكل الحاجات ده. فكل واحد بقى عنده اهتمام أكتر إن هو يظهر الهوية بتاعته أو الكالتشر بتاعته، لكن في نفس الوقت ساعدت على إن الناس تفهم الاختلافات اللي موجودة بين بعض بينها وبين بعض أكتر، لأن لما الواحد بدأ يتعرض لكل الحاجات دي وبدأ يشوف الناس مختلفة إزاي بدأ في نفس الوقت يقدر يشوف إن في نقط تطابق ما بينهم كتير. فبقى بقت الفكرة إن الواحد بيظهر نفسه وفي نفس الوقت بنحاول الناس تحاول تقدر تتفاهم بعض وتشوف نقطة التطابق دي عشان هم دي اللي يتعاملوا فيها أو يتفاهموا فيها مع بعض. من وجهة نظرك كيف أثرت التكنولوجيا على دعم الحوار بين البشر في ظل تزايد عدد مستخدمي الإنترنت؟ أعتقد إن يعني بعد ما الإنترنت بقت متاحة للناس بسهولة يمكن ده كان بداية الحوار الحقيقي ما بين الناس. قبل كده كان مثلا في العالم العربي اللي احنا نعرفه عن الغرب إيه؟ نعرفه عن طريق الأفلام. واقع الامر بعد كده ان لما الواحد يتكلم مع ناس يلاقي الافلام كلها غلط، كل حاجه كان بيشوفها في الافلام مش هي دي الحقيقه، مش هي دي الحياه اللي هم عايشينها في امريكا. ففكره ان يحصل خطاب ما بين شخص وشخص اخر عادي خالص بدون اي وسيط في النص، مش عن طريق الميديا اللي ممكن تكون بتهول حاجات معينه او بتركز على حاجات معينه، لا انا 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 كشخص اقف اتكلم مع واحد زي بالظبط مفيش اي فرق ما بيننا، فهبدأ افهمه اكتر، هبدأ افهم حياتهم عامله ازاي، هبدأ افهم حضارتهم عامله ازاي، وهو في نفس الوقت يستوعب انا مختلف عنه ازاي. يمكن ده ظهر قوي بعد 11 سبتمبر. الناس في امريكا ما كانوش يعرفوا اي حاجه خالص عن المسلمين خالص، وما كانش في اي احتياج عندهم يعرفوا كده. ف
فجأة بقى في احتياج رهيب ان هم يعرفوا اكتر عن المسلمين. فكان الطريقة الطبيعية بالنسبة لهم ايه؟ ما كانش في حاجة غير ان الاعلام عمال بيدي صورة معينة وهم عايزين يعرفوا الحقيقة ولا لا، فبدأوا يتجهوا ان هم يتكلموا مع ناس. الحاجة في عدم وجود الانترنت ده كان هيكون مستحيل، ان ما كانش في حل غير ان هو ياخد طيارة من امريكا يجي مصر ويتكلم مع ناس. في وجود الانترنت ده فتح ان هو يتكلم اي حد في اي بلد وفي جو آمن. يعني يمكن وجود عدم وجود الناس موجودين في نفس المكان ده بيدي أمان للشخص، يعني بيخلي الشخص قادر إن هو يتكلم ويعبر عن وجهة نظره أكتر، مش خايف إن الشخص التاني يفهمه غلط أو يتضايق من كلامه أو إن هو يكون عصبي أو إن هو يكون عنيف. كل ده مش موجود، هو يقدر يعبر عن نفسه في مكان آمن وفي ظروف آمنة، ودي بتفرق كتير قوي مع الناس، بتخليهم يقدروا يتحاوروا مع بعض أحسن. حتى الآن لم تحدد رؤية واضحة للمتخصص العربي حول الفجوة الرقمية، فالبعض بيراها لأسباب لعجز تحقيق اقتصاد المعرفة، ويراها السياسيون أنها نتيجة قضايا الاقتصاد السياسي، والبعض يراها لعجز في مجال الاتصالات. فما هي يعني السؤال، هل يجب على العرب أن تكون لهم وجهة نظر تجاه الفجوة الرقمية حتى نبدأ في تجاوزها؟ أنا في اعتقادي إن الفجوة الرقمية بالنسبة للعرب بدأت تقل. إحنا حالنا أحسن كتير أوي 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 من دول في أفريقيا كتير، اللي عندهم الدخول على النت بيوصل لأكتر من 300 دولار في الشهر عشان واحد يقدر يخش على النت. إحنا عندنا الموضوع أرخص بكتير، فده بيتيح الناس إن هي تقدر تخش على النت أكتر. يمكن حاجة ذكرت إمبارح في المؤتمر وكانت نقطة مهمة أوي، ان الفجوه الرقميه دلوقتي ما بقتش ما بين مين داخل على الانترنت ومين مش داخل، لا هي بقت مين داخل برود باند او اللي هو انترنت فائق السرعه ومين داخل عن طريق التليفون. هي دي بقت الفجوه الحقيقيه اللي بدات تظهر فعلا، وهي دي اللي فرق قوي، لان الغرب بقى عنده الانترنت فائق السرعه منتشر قوي عن العالم العربي، لكن كدخول على النت ده بقى شيء متاح جدا بالنسبه لنا. في فجوه رقميه ليه؟ دي مبنية على سببين. واحد، لأن مفيش مادة كافية باللغة العربية على الإنترنت، وحتى يكون ده موجود هتفضل دي الفجوة دي موجودة، لأن وقع الأمر إن النخبة الأكبر من العرب مش مستريحين إن هم يخشوا يتعاملوا مع الإنترنت باللغة غير لغتهم، هو محتاج يتعامل باللغة العربية وده حقه تماما، يعني ما فيهاش أي حاجة غلط في كده، كل واحد عايز يخش يتعامل بلغته. فلما بيخش كمية المعلومات اللي موجودة باللغة العربية ضئيلة جدا وضعيفة جدا، ومش مش بالمستوى اللي موجودة بيه المعلومات باللغة الإنجليزية، يعني الحيادية مش موجودة كويس، في ناس كتير عايزة توصل وجهة نظرها وبس، الأخبار ممكن تكون مش على المستوى اللي هو إحنا حابين نشوفه أو المفروض يكون موجود. فده ده 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 سبب أساسي، إن لغاية ما يكون في مادة بتنتج بغزارة باللغة العربية دي هتكون مشكلة. واعتقد ان اللي هيكون لهم دور في كده قوي هو جيل الشباب اللي طالع دلوقتي، سواء من بلوجرز سواء من الناس مهتمه ان هي تظهر صوتها على النت، لكن في نفس الوقت ده لا يغني عن احتياج مؤسسات موثوق منها ان هي يكون لها دور في ده. ده السبب الاولاني ليه في فجوه رقميه بالنسبه لنا في العالم العربي. السبب الثاني هو الناس بتخش على النت تعمل ايه، دي برضه نقطه مهمه قوي. كمية المعلومات الموجودة على النت هائلة، يعني فوق ما أي حد ممكن يتخيل، لكن هل حد بيخش يدور عليها ولا لا؟ يعني هي دي نقطة أساسية قوي، يعني أنت داخل تدور على معلومات ولا على اتصال؟ كل واحد من حقه يستعمل الإنترنت بطريقته الخاصة، يعني أنا بستعملها جزء أساسي بالنسبة لي من اتصالي مع ناس كتير من أصدقائي هو النت، لكن لو أنت ده الاستعمال الوحيد يبقى هتفضل فجوه رقميه موجوده، لان الفجوه الرقميه مبنيه على ان 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 المعلومات بقت موجوده في المكان ده، فهل انت هتوصل لها وتحتاج تستعملها ولا لا؟ فلو انت ما لو الاحتياج ده مش موجود عند الشخص اللي هو مش داخل يدور على معلومات، فخلاص هتفضل الفجوه الرقميه موجوده، مش اساسها ان هو عارف يخش على النت او لا، هو بيستخدمها او لا، او بيستخدم المعلومات الموجوده دي على النت ولا لا. ما هو ممكن واحد يخش وفي الاخر كل وقته على النت بيروح على فيسبوك مثلا، بس هو ده الحاجة الوحيدة بيعملها على النت، فهو في الآخر هو زالق نفسه في مكان معين، بس مكان واحد على النت، في ملايين المواقع الأخرى هو ما راحهاش ما شافهاش ما تعاملش معها ما خدش منها المعلومات اللي فيها، فبيفضل الفجوة الرقمية موجودة من الناحية ده. تمام. يمكن اتكلمت على حتة في الفجوة الرقمية، قلت أسبابها أو أحد الأسباب
عدم وجود محتوى لغة عربية على النت كتير، هو ده اللي جزء من الفجوة الرقمية. في آخر إحصائيات قالت إن يمكن في منطقة الشرق الأوسط حتى الناس المستخدمين الإنترنت زادت أكتر من 10%، يمكن يعني نسبة خيالية بالنسبة لدول تانية. طب إيه المشكلة؟ هل هو لأن إحنا بنستخدمش اللغة العربية في الاستخدام على النت، الكل بيستعمل لغة الشات وهي اللغة مثلا المحلية الخاصة بيه، أو إيه السبب المشكلة الرئيسية في كده، في قصور اللغة العربية على النت؟ السبب الأساسي إن شكل النت في خلال الكام سنة الأخرانيين تطور جدا من ناحية أساسية، إن هي بقت بتتيح للمستخدمين إن هم يصنعوا المادة. ده سبب كبير قوي لانتشار المواد باللغات كلها. خلينا ناخد مثال مبسط في ويكيبيديا. ويكيبيديا كل المادة اللي فيها اليوزرز هم اللي بينتجوها، أو المستخدمين هم اللي بينتجوا المادة ده هنا. ليه ويكيبيديا باللغة الإنجليزية فيها كمية معلومات تخليها تفوق انسايكلوبيديا زي بريتانيكا اللي هي كانت أقوى وأكبر انسايكلوبيديا في العالم، ومع ذلك يعني اللغة العربية في ويكيبيديا رقم 27، يعني في اللغات الموجودة في كمية المحتوى الموجود اللغة العربية رقم 27. السبب الأساسي إن المستخدم العربي ما بينتجش مادة، هو بيخش أكتر على النت كمستقبل، هو عايز يستقبل مش عايز ينتج، ما عندوش الاحتياج إن هو ينتج. ودي مشكلة أساسية، لأن خلاص هو واقع الأمر دلوقتي إن إنتاج المادة بقى هو الأساس. يعني إحنا يمكن عندنا مؤسسات بتنتج مادة، يعني عندنا مواقع إخبارية قوية، ما أقدرش أقول أقل من كده، عندنا مواقع إخبارية فعلا قوية على النت، بس ده مش كفاية، لأن دي في الآخر حاجات سنترالايزد مركزة في أماكن معينة، ممكن نقول 5 6 مواقع قدامنا، وما هياش المواقع الـ بالحجم زي ويكيبيديا. يعني ويكيبيديا اعتقدش في حد قبل كده خليته مدخلش ويكيبيديا، يعني كل الناس بتروح ويكيبيديا. طبيعي جدا ساعات قاعد في البيت بتيجي في دماغي حاجه كده، اسم حد او طبعا عايز اشوف ويكيبيديا، يعني ده شيء طبيعي بالنسبه لي. لكن اللي بيحصل ان كميه المحتوى مش موجوده، فانا ممكن مثال مثلا مبسط خالص يجي في دماغي، عايز اعرف معلومات اكتر عن احدى العلماء العرب القدامى، يعني مثلا هقول عايز اعرف اكتر عن ابن سينا. انا لو عملت سيرتش على ابن سينا في ويكيبيديا الانجليزي هيطلع لي كميه معلومات اكتر بكتير جدا من بالعربي، مع ان يعني الطبيعي المعلومات دي موجوده بالعربي، يعني اللي هو اصلا كان عايش في المنطقه هنا، تاريخه كله هنا، كل الابحاث اللي عملها هنا، كل الاختراعات اللي عملها هنا، فطبيعي كانت موجوده بالعربي. لكن هي مش موجوده لان الناس مش ما عندهاش الاهتمام ان هي تنتج الماده دي. ده بياخدني للسؤال اللي انا حبيت اساله، قلت هل هو المجتمع المعلومات اللي الناس على تحقيقه في عالمنا العربي هو كل ما ينسخ عن المعلومات والثقافة الغربية فقط؟ لازم لا، لأن في الآخر إحنا لينا هويتنا، لينا هوية خاصة مختلفة جدا عن المجتمع الغربي في حاجات كتير. وعلشان تنتج مادة للعالم العربي محتاج تاخد الهوية دي في الاعتبار، لازم تكون دي موجودة. خلينا برضو يعني نركز إن المستخدم العربي اللي داخل هو له احتياجات ولازم تتلبى. لو الاحتياجات دي انت ما لبتهاش بالمحتوى اللي بتديها له، واحدى احتياجاته ان هو يلاقي حاجه تتناسب مع ثقافته او تتناسب مع طباعه او مع عاداته، يبقى هو ما استفادش من الماده انت مقدمها. لازم يلاقي حاجه فعلا يقول ايوه دي تتناسب معايا، ده اللي انا بدور عليه، ده اللي انا هرجع له تاني. فطبعا لازم تخلق ماده غير النسخ، مش بس الترجمه. ده مش معناه ان الترجمه غلط او ان احنا ممكن نستغنى عنها، بالعكس، لو عندك هذا الكم الهائل من المعلومات ترجمه وخليه موجود. لكن ده ما يغنيش عن انت لازم تخلق برضه محتوى، لازم الناس تبدا تعمل الحاجات بتاعتها، تبدا تخلق الحاجات بتاعتها، لان يمكن الناس تخش تدور على حاجه عايزين يعرفوا عنها باللغه العربيه، نكون عاملين حسابنا ان مفيش حد في الغرب اساسا اهتم بيها، يعني هيعملها ليه؟ يعني مثال بره الانترنت بس عشان اوصل النقطه، مؤخرا جامعة ويل كورنيل هنا في قطر قدروا يشوفوا التسلسل الجيني بتاع شجرة النخل، وده كان ده اكتشاف عظيم، يعني ان هم لقوا التسلسل الكامل، ده اكتشاف عظيم جدا، واتنشر واتعمل عنه بريس ريليز وكده. انا كنت في ويل كورنيل امبارح بتكلم، قلت لهم ليه اخترتوا النخل؟ اشمعنى يعني؟
فكان رأيهم إن علشان ما فيش حد في الغرب هيعمل النخل، يعني في الآخر النخل ده نبات موجود في المنطقة هنا، أساسه في المنطقة هنا، والناس هنا في العالم العربي مهتمين بيه. ما فيش أي حد في أوروبا أو في أمريكا مهتم بالنخل، ولا عارف النخل له لازمة إيه، ولا إن هو مهتم يكتشف الجينوم بتاعه، لولا إن في مؤسسة في المنطقة هنا قررت إن هي تبص على حاجة تخص المنطقة، ما كناش عرفنا التسلسل الجيني بتاعه. فده نفس الفكرة، إن لازم هتلاقي في معلومات المنطقة عايزاها محدش بينتجها باللغة التانية، ففي الحالة دي لازم إحنا هنبدأ ننتج المادة ده، ودي هتكون هتدي الهوية العربية. بعد كده هتلاقي ممكن حد قدام مهتم إن هو يعرف أكتر، يعني ما هو مفيش حاجة، مفيش ثوابت، ممكن بعد كده تلاقي فيه اهتمام رهيب في العالم كله بكل ما هو في العالم العربي، وقتها هيجوا على المادة اللي احنا منتجينها دي، وقتها هتترجم للغة الإنجليزية. لكن كل واحد بيخش في الآخر بالثقافة بتاعته والكالتشر بتاعته، هو ده اللي هيديه للمجتمع الدولي في الآخر. سؤال أخير، من تجربة عملك في السوشيال ميديا أو الشبكات أو الميديا الاجتماعية، شايف إيه هي أهم الخطوات التي أخذها ليكون الموقع أكثر جذباً وتشويقاً للمستخدم؟ السوشيال ميديا إحدى الحاجات المبنية عليها الأساسية هي فكرة إن أنت تتيح للمستخدم إن هو ينتج المادة بتاعته. فيمكن أهم حاجة علشان المستخدم لما يخش يبقى مهتم إن هو يشارك أو ينتج أو يتفاعل معاك، هو تقليل القوانين أو الموانع قد ما يمكن. هنتقبل إن ده هيبقى له مشاكل، لازم يبقى له مشاكل، لازم يكون في متابعة، لازم يكون في حد صاحي على طول اللي بيحصل على المادة اللي بتطلع، لكن هو ده طبيعة الحال في المجال ده. هو الموضوع منتشر جدا ومفيش حد عايز يجي ينتج مادة لكن تقول له ماشي انتج لي، بس ما تكتبليش في 1 2 3 4 5 6 7 يقول لك ما اروح لغيرك اللي اجي عندك انت، بدل ما انت حاطط لي كل القوانين دي ومتاح غيرك. يعني في الاوبشنز كتير جدا والاختيارات كتير جدا، فهو مش هيغلب عشان يلاقي حد تاني. فدي رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون في حاجة بتشد الشخص ده ان هو يعني يهتم ان هو يكتب في الموضوع ده. ده ممكن يكون اهتمام ايديولوجي، ممكن هو مهتم بالفكر اللي انت بتتكلم عنه، بالحاجة اللي انت عايز تقدمها. ممكن يكون اهتمام ثقافي، هو مقتنع ان هو عايز يقدم حاجة لموقع يتناسب مع ثقافته او يتناسب مع افكاره. ابسط من كل ده حاجة مهمة جدا، ان يكون الحاجة دي في الآخر هو هيستمتع بيها أو هتعود عليه بحاجة. فكرة الاستمتاع دي لا تقلل من أهمية أو من كبر الشيء في حاجة، لكن بالعكس لما تكون الحاجة ممتعة للشخص أنت ضمنت أنه هو هيبدأ يجي لك تاني. رابع حاجة وأهم حاجة، إن طبيعة السوشيال ميديا مبنية على إن أنت بتكتسب الشخص. لو كسبته مرة انت فعلا كسبت حد مستديم، الشخص ده هيرجع لك تاني. يعني هي يمكن ده الفرق بينها وبين اي موقع عادي. يعني اي موقع عادي انا ممكن افتح جوجل ادور على حاجه هقراها في الموقع وامشي خلاص، خلصت كده، دي علاقتي بالموقع ده، ممكن ما ازورهوش تاني بقيه حياتي، ممكن ازوره كل ما الاقي حاجه. لكن لما ابدا انا اتحول لمنتج ماده في عن طريق السوشيال ميديا، فانت بتبني علاقة وثقة عالية جدا مع الشخص ده، أو هيبقى مهتم ان هو يجي تاني ومهتم ان هو يكون موجود ويجي يشوف الناس قالت ايه على حاجته والناس اتفاعلت معاها ازاي ورد عليهم، ويبدأ ينتج مادة تانية وينتج مادة تالتة. ففكرة ان انت يعني يبقى الواحد عارف ان هو لما يجيب حد هو بيكتسب حد، فيعني كل واحد قيم جدا، وبعد ما تكتسبه ما تخسروش، لان هو ده في الاخر وزن كبير. يعني هو ده في السوشيال نتوركس او في السوشيال ميديا ده هيجيب حاجات غيره مش هقدر يجيبها. يعني ازاي تحافظ على المستخدم ما تخسروش؟ ازاي تحافظ عنه بان دايما تكون الخدمه اللي بتقدمها له بتتناسب مع احتياجاته. دايما تخلي فيه حاجه او يعني اولا مثلا ما تغيرش الافكار دي بعد كده، في نفس الوقت تكون فيه دايما تفاعليه مع المستخدم. في الزمن السوشيال نتوركس المستخدمين مش عايزين يتعاملوا مع مؤسسة، أو مش عايز يتعامل مع ماشين أو جهاز، لا هو عايز يتعامل مع شخص، هو عايز يحس إن هو بيبعت في حد بيرد عليه. لكن لو هو بيبعت محدش بيرد عليه فهو هيمشي، هو خلاص كده خسرته. ويمكن مؤسسات كتير دلوقتي واخد بالها من كده. يعني مؤسسات دلوقتي اللي بتخش في سوشيال نتوركس كانوا بدأوا مثلا هم بيحطوا معلومات عنهم، بيحطوا أخبار عنهم، ما فيش حد بيسمعهم أو بيتابع الحاجات ده.
لكن لما بدأ يبقى في حد بيرد على الناس، بيتفاعل مع الناس، بيطرح عليهم مواضيع، بياخد منهم مواضيع، ده بيبدأ يخلق عند الشخص، لا انا انتمي للحاجة دي. هو فكرة كلها انك ازاي تحافظ على الانتماء عنده. لو ما قدرتش تحافظ على الانتماء ده، فهو هيجي هيشترك سواء باين يمشي. المحافظة على الانتماء ده ممكن يكون بان انت بتدي له صلاحيات زيادة، تقول مثلا انا ما حد يكون متفاعل معايا قوي، انا هبدأ ادي له صلاحيات مثلا ان هو يكون له دور في اختيار المادة اللي بتتعمل، او اختيار المواضيع، او اختيار لو بتعمل مثلا حملات معينة، اختيار الحملات دي، او ان هو يباشر الحملة دي، هديله تدريب، هدربه على حاجة معينة. كل دي حاجات بتخلي الواحد يحافظ على المستخدم بتاعه. وفي الاخر لو الشخص مستمتع باللي هو بيعمله، فهو هيدوم. فدايما برضه خلي الموضوع ما يبقاش حمل عليه، ما يبقاش حاجة هو جاي بيعمله هو كارهها، لا هو لازم يكون بيرجع انا عايز اشترك في المجال ده، عايز اعمل حاجة هنا. في النهاية بشكرك ومزيد من التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، تسلم.